كريم العواضي الذي سجل ركلة الجزاء في الشوط الأول مطلع دقيقة 23، لكنه في المرة الثانية وفي الركلة الترجيحية يضيعها. أولا مبروك للفتح رباطي كابتن سعيد رزقي، الله يبارك فيك. شفناك كيف متفاعل مع الفتح. أكيد أنا فريقي هذا، أنا لعبت فيه هذا الفريق. وحظ أوفر للكابتن حسام الحاج علي، وتفوق من سعيد على حساب حسام. وين الإسلام؟ وين العناق؟ حسام عنده روح.